ايه عجبتك النهارده يا كابتن علي؟ النهارده؟ كده الشحات الشحات طبعا بصراحه النهارده عمل جيم هايل، واستغربت اكتر لما الراجل طلعه. يعني مش مفهومه، يعني حاجه غريبه جدا. هو كان متضايق وهو طالع. طبعا 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 الراجل عامل ضربه جزاء وحاسس ان هو فايق. يعني احنا لما كنا بنلعب يا كريم، لما تحس ان انت فايق وحاسس ان انت قريب من الجول وعامل ضربه جزاء، طبعا ما ينفعش تخرج. في ظل ان احمد عبد القادر يعني ما كانش في حالته، فالطبيعي الناس كلها احمد بتتفرج على الماتش بيقولوا ان احمد عبد القادر اللي هو الاول اقرب واحد يخرج. كنت نزلت طاهر مكانه، يعني الموضوع كان بسيط، كان في ايدك بس انت يعني معلش. هو يعني ادينا بنتعلم، وهي قرارات بالظبط. انت كمدرب بتبقى بره بتاخد قرار وبعد كده بتقول لا ما كانش يعني بالظبط ما وفقتش فيه بالظبط. لكن بس في حاجه كريم برضو عايز اقولها، ان النادي الاهلي محتاج حاجه، محتاج ان هو كل فتره لازم يعمل ماتشات مع فرق عالميه. الله عليك، دي نقطه مهمه بجد. يعني محتاج الموضوع ده بشكل كبير جدا. الاحتكاك مع الفرق دي بيدي خبره للعيبه بتاعتك. كل فتره كده، كل حوالي 3 4 شهور اعمل ماتش ودي. ايه المشكله؟ هات ريال مدريد، هات برشلونه، هات باير. يعني الحاجات دي بتبقى مكلفه برضه. مش مشكله، مش مشكله. كلها شركات، كلها شركات بالظبط. بالظبط. احنا ايامنا لعبنا كل الفرق دي. بس هم نفسهم، دلوقتي كان لسه فالفيردي بيتكلم ان الكوره الحديثه هم بيلعبوا كل 3 ايام ماتش، انت مش هتعرف تلاقيهم اصلا، يعني هتبقى صعبه. لا بالتنظيم، طب ما هو بيروحوا يلعبوا صيف بالظبط. يعني معاك في فتره المعسكرات والحاجات دي لازم. انت بص يا كريم، انت اكتر فرقه في افريقيا بتلعب في كاس عالم انديه، فلازم تهيئ نفسك وتهيئ اللعيبه اللي معاك ان انت لما تيجي تخش بطوله زي دي، لا انا عايز بقى ايه، خلاص اخد بطوله. انت بقالك اكتر من 8 مرات بتلعب كاس عالم انديه ومركز ثالث، عايزين نكسر بقى حته الثالث دي، ومش هتيجي الا بالاحتكاك القوي مع الفرقه دي. كان حظنا وحش، يعني القرعه برضو ادتنا ريال مدريد في السنة. كان نفسي كانت تبقى في النهائي. يعني طب مدينا حاجه، يعني عارف فلامينجو برضو كان يعني اكيد هيبقى اهون من ريال مدريد. على فكره انا كنت متفائل جدا. يعني انا طلعت في اول ماتش اوكلاند واتكلمت وقلت انا متفائل جدا وحاسس ان الاهلي السنه دي هتمشي معايا. لكن طبعا زي ما انت بتقول، حظنا وحش ان احنا وقعنا في ريال مدريد.